السلام عليكم. نحن الآن في منطقة كوتا بالي، نصب لكم فندق كوفا سنتي كوتا، غرفة من نوع السوبرير. هذه محتوية الغرفة، هذه الطاولة، مكتب، وهذه هي الشاشة مصدها. هنا صانع القهوة والثلاجة ميني بار. هذا النوع من الغرف يأتي بسرير دبل أو سريرين، لا يسمح بإضافة السرير نظرا للغرفة ليست واسعة. أنا في عادة يحط السرير هنا، تكون الغرفة مش مريحة وغير واسعة. بعض الغرف من السوبرير تحتوي على بلكونة إطلالة على المسبح، بعض الغرف غير بلكونة. هذا هو الدولاب، في زانة، طبعا قريب من المولات. هذا هو الحمام، دورة المياه. هنا الشاور، طبعا هذا نوع الغرف يحتوي على الشطاف. طبعا هذه النوع من الغرف تأتي متصلة مع نفس النوع من الغرفة سوبرير أو مع ديلوكس. شركة المحيط للسياحة والسفر. أفضل الأوقات لزيارة ماليزيا. يعتبر الجو في ماليزيا من أهم الأسباب التي تجذب الآلاف من السياح والزوار.